سينبزا أوكا فصوى ده حتى غشاء قمزر حتى مزخز نخف إلى أخو واجد هو بسطنا أن نعبده بأحب الأعمال إليه وهي الصلاة نمزز قجاء ده حتى غشاء قم فخوصاق في نمزهم نمزي في تيمي فخوصاق ده حتى غشاء قم يباش حا تشخو خفصو في وفا أهو سينبزا أوكا فصوى ده بكو بزوجو نمز تسون خيميك كيف نصلي؟ نمازي فقيقو أخبرانا بغزازوان خيش لابد أن نستعد بالعديد من الأمور وذلك بأن نتوضأ ونلبس ثيابا طاهرة ونقف في مكان طاهر ونتوجه إلى القبلة وبعد ذلك ننوي قلب الصلاة ثم أفتح يدي الله أكبر بجزوان الله أكبر هذا جسي أي جرس ما قن يزق تزوج حسي بغا قن ديج سورة فاتحة مسوجة قرآن نمسوش كتشوغوج قفزوش قد يخبو ركوع سحاقوا غس سوز جرس أورا الله أكبر ركوع نمسوش أوق جزوء سبحان ربي العظيم سميرا قد يخبو زعفو سقزقو غير جرس أورا سميع الله لمن حمده سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا جسر دش حش صوص قرص أو الله أكبر شحش نوز ميج قبزو شري سبحان ربي الأعلى شنير قبزو سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات إذن سجدت زفاكم الله أكبر جس أو رس قزف وقصحري ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني قبزو عدجة يطوان سجد شحش صوصر الله أكبر جزء شحش الصوان وجه قفا زوصري سبحان ربي الأعلى شنير جزء عبي وجه جس قزق أوفا يطوان تصغوى السنو يبقى تصغوى زرسوان خد الدو يطوان رسوش هاو سجد شحش يطوان نوجم سقزق أموهر سوتصري التحيات لله التشهد سقوجي جمس خنجا يجري ويجمج الزغازري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فجزوء قد يثبو اسم جمجا سلام يدوان رسوكر زغور جنا مزر تصغوش هو شكما ساكن تعبزع مغرب نمازن خدو يدوان تصغو مي تشهد النوز سقزق أموهر ليشان تصغو السنو عدجا فاتحة سورة مسوجة ركوع أصحاب فغاش خصوص سجود حش صوص يجري والتشهد سقصر يرى يبطان تصغوان سقزقوفا سانسا تابزو نمزر تصغوب خما عيشا نمزر خدو عدج يجري وسطصر التشهد مجمس بسوجة ثم أسلم عن يمين قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وعن شمال قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله بذلك دي نمازر ألح بابزا زر شتب خوض غزا مخور قبل ذا لحم دير شفير جيش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته